طبعا اليوم شهدنا اليوم الأول الرسمي للقمة العالمية للحكومات. القمة اليوم أصبحت منصة عالمية، في أكثر من 200 جلسة، 600 متحدث. السنة هذه أيضا تم استحداث 16 منتدى، واحد منهم هو منتدى المهارات المتقدمة ومستقبل التعليم، سوف يعقد غدا إن شاء الله، ويكون فيه إن شاء الله جلسة حوارية مع دول مختلفة ومع قطاع خاص، نتحدث فيه عن أهمية التعلم مدى الحياة، وأيضا ما دور الفرد في هذه الرحلة، وما هي الفرص وما هي التحديات. اليوم دبي والإمارات بشكل عام أصبحت منصة عالمية للحوار، وأيضا فرص لتجارب بعض هذه المفاهيم. سوف نقوم أيضا بعقد طاولة مغلقة في أكثر من 30 مشترك يمثلون القطاع الخاص، قطاع التعليم والحكومة أيضا، لنضع تصور لمفهوم التعلم مدى الحياة، ونضع حلول نقوم بدراستها وبتقييمها بشكل سنوي. فحقيقة سنة عن سنة القمة ما شاء الله أثبتت أنها أصبحت فعلا منصة استقطاب كافة العلوق عقول، منصة تواصل، ونترقب المزيد إن شاء الله في كل سنة، ونحرص الإمارات إن شاء الله تتطور أكثر وأكثر في مجال الحكومة بشكل عام ومجال استشراف المستقبل.